دلوقتي احنا قدامنا جهاز فرن كهرباء بيلد ان هوفر. اول حاجة الموديل، بفتح الباب بلاقيه موجود مكتوب عندي تحت الموديل بتاع الجهاز. الموديل عندي HOC 709X، ورقم المسلسل اللي هو 14-11-0040. 14-11 معناه ان هو 14 دي سنة الانتاج 2014، و11 الرقم الاسبوع معناه الاسبوع 11 من سنة 2014. استهلاك الطاقة بالنسبة للجهاز، الاستهلاك الكلي 2100 واط. الجهاز عبارة من الاجزاء الداخلية بتاعته بتبقى 4 أنفر بالشكل ده. بلاحظ عندي هنا في جزء حماية، حيث ان انا لو انا حد بيطلع الرف بحيث ان هو ما يدلقش على العميل وهو بيستخدمه، فبيبقى فيه لوك للحماية عشان الرف ما يطلعش كله، بحيث ان هو ممكن يسبب خطورة على المستخدم. فالحماية ده عبارة عن هنا، دي بيبقى بالشكل زي ما شايفين، يبقى جزء متعرج بحيث ان الرف وهو طالع ما يطلعش للاخر، بحيث ان هو ما يدلقش على العميل. تمام. بعد كده عندي باقي اللمبة، عندي الجزء ده بحيث ان هو ممكن احط حاجة هنا وتنزل الدهون او الدهون والسوائل اللي موجودة في الحاجة اللي محطوطة تنزل تحت على الرف. عندي الجزء دوت اللي هو امسك بيه الرف ان هو وهو صف يبقى بالشكل ده، ممكن ان انا امسكه بحيث ان هو يطلع بالشكل ده. Yeah.